يوم مجيد ويوم مهم، نستأنف فيه حضورنا إلى سوريا العزيزة، نستأنف العمل المشترك مع سوريا دعما لقضيتنا ولشعبنا، وأيضا دعما لاستقرار سوريا. سيادة الرئيس مصمم بقناعة راسخة لدعم سوريا للمقاومة الفلسطينية ودعم سوريا للشعب الفلسطيني بكل الإمكانات. هذا اللقاء هو تعبير صادق عن أن روح المقاومة في الأمة ومحور المقاومة في الأمة وتيار المقاومة في الأمة عصي على الانكسار. نحن مع وحدة سوريا، مع الدولة السورية الواحدة، مع سوريا الأرض الواحدة والشعب الواحد بإذن الله عز وجل. إن شاء الله تعالى نحن نطوي كل أي صفحة مؤثرة هنا وهناك في الماضي، أي فعل فردي هنا وهناك فهو فعل خاطئ لا تقره قيادة الحركة ولم تقره قيادة الحركة. أخذنا قرارنا بمؤسساتنا، من أبلغناهم كانوا سعداء بقرار حركة حماس وشجعونا عليه، أما تحليلاتهم الأخرى هذه لهم وليست لي. إحنا رسالتنا لأهل وأشقائنا الشعب السوري الذي نقول على الملأ وليسمعون: لقد احتضن الشعب السوري الشعب الفلسطيني، واحتضن المقاومة الفلسطينية، واحتضن حماس ما لم نراه وربما لا نراه في مكان آخر. كل التحية وكل التقدير للشعب السوري، كل المحبة للشعب السوري، كل الوفاء للشعب السوري. نحن معهم ونحن لهم وهم لنا. نحن نحب سوريا كل الطمأنينة وكل السلامة وكل الاستقرار بإذن الله عز وجل. سوريا عزيزة قوية، الأمة عزيزة وقوية. سوريا عزيزة قوية، الأمة عزيزة وقوية.